هاولا السلام جمال عليكم، مساء الخير. اخويا جمال اللي ما يعرف جمال في وهران ما يعرف والو. رانا عندنا مراد. اخويا انا جمال عرفته اون 2004. الله يبارك. شحال هو؟ اون 2004 عندها بزاف. 14 عام. هكا. الله يبارك من لي زونسيان. الله يبارك. هو يعتبر من اواخر الاعمده تاع الحمام في وهران. راك فاهمني؟ هذه جينيراسيون راك فاهمني؟ حنا اللي تربينا على هذوك الاعمده الكبار اللي زعما كاين الناس ما يعرفوهمش الله غالب باسكو راهم كبار. وهذا سمير، سمير تاعنا. كما كان سمير ما كان والو. الله يبارك فيك نور الدين، الله يحفظك حبيبي نور الدين عطاف. وهذا وهاب. جاو عندنا الحباب زارونا انني لاهي بالخدمه الله غالب. يا خويا بغيت نوري واحد الاله. هذا معطيناه لي كود كادو. هذا والله يا زعما ما ربي شاهد ما كان بيبليسيتي لا والو. هذا انا ما بغيتش، انا ما بغيتش، انا كيما نقولوا حنايا انا ماشي مربي تاع غاليطان فهمني. يعجبني ويعجبني سطوندال مع لي موحد وكاع، بصح التربيه تاعي انا تغبني بحكم الخدمه تاعي غايب كاع النهار نلقوا هذا الفلوس يمو فيه عادي، بصح غاليطان وي غير هذا. نحيي خويا رضوان الله يبارك الجهاز ونشكره بزاف بزاف. بعث لي واحد الهديه من عنده ما يسوى دي ميلي، مين يقولوا ما يسوى دي ميلي يسوى دي ميلي. هذا الاسطوره، هذا الاسطوره وغبني من سلهلي، خاطش انا هذا من سلهلي ما نجم نربيه ما نجم نبيعه راك فاهمني جمال. هذا ستان كادو، كادو هذا غادي مني انا بانت لي غادي نقطع له البوتي ونخلي يعيش كيما الكاريطانو. ها سيبو جمال. لا 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 الله يبارك. شوف ماتشو في القمة، هذا الماتشو يسوى دي ميلي. ولي خويا سمح بالله زعما ماتشو في القمة الله يبارك. وكما نقولوا دير هذه مفاجأة، بعث لي حمام تاع الناس صدقت لهم الحمام ومين بقى في هذا التكر هذا. قلت له هذا مولاه شكون؟ قال لي انت مولاه وهذه هدية منه فهمني. زعما لي زعما نحيي من هذا المنبر وبغيت ندير لايف على جاله هو لي زعما فريمون بهرني. ماتشو بزاع عقل يا مان. هذا من الاسطورات علاش ماتشو خيري تعنيش. هذه مسكينة هي قايصة الأرض، هذه عمة موقع، هذه عمته، هذه عمته نيشان زعما الله يبارك. مورغان هذا، ها هذه عمته هذا ها مورغان مورغان ذاك المور تاعه. وانسان ما شاء الله كرمنا بالضيافه تاعه وكرمنا بالحمام ودار فينا ثقه كبيره. زعما انا نفتخر صراحه، انسان زعما اجنبي بارابولينا، هو مغربي اجنبي هو. بعض الناس اللي يتسالوا يقولوا كيف مراد مدور شويه البارابول القصعه للمغاربه. ما نكذبش عليكم زعما لقيت فيها لقيت زعما ديك فاهمني. دوك حنا كيما حنا عندنا المليح ومشي مليح، حتى هما كاين اللي يمشي مليح، بصح حتى حنا نروحوا دائما الحاجه المليحه فهمني. زعما لقيت المعامله ما شاء الله ومشي لي هو كاع الناس اللي عرفوني في طنجه زعما ما شاء الله. انا ما نكذبش عليك، انا كون نبغي نربي غاليطانو انا خويا الله غادي عاني تعلم. انا زعما بديت به لايف واختنمت الفرصه اللي جانا جمال الله يبارك. وقلنا حنايا نكرم به خويا حتى هو اخونا ان شاء الله وعزيز علينا ان شاء الله. وما نكذبش عليك انا خمس ايام عنده ولا اربع ايام اللي فهمت ستوندار فهمتها. كون هنايا بان نتعلم في اربع سنين وكون رحت شريته مليته من البلد الام يبيعوا لي وما يقرروني صح ولا لا. الله يعترف داك الانسان ما يشحتش النعمه لقنا ما يكونش جاحد. قريت ستوندار في اربع سنين في اربع ايام. ها كون نروح ندير لو فاي في غادي نقرا في كادرون ولا قريته ولا قريته. هذا ماتشو دار لي حاجه في الصباط. المهم حنا نشكرو خويا رضوان، نشكروك بزاف بزاف ونعم الرجال. ومرحبا بك، الدار مفتوحه ليك في اي وقت على حسابي الخاص. الله يبارك. ما نقلاش تنخلع في وسط الدار، انت كاع ما نغبش معاك ما نديك لا اوتيل لا والو، انت في وسط الدار تاكل الماكله تاعنا وترقد معنا في الدار ما شاء الله. تحياتنا لكم كاع اخواني ان شاء الله. دوك وين نروحوا؟ هذا
هذه تاع واحد جيدها الله منهم دخلوا